يمكن الشغل الشاغل وحديث مواقع التواصل الاجتماعي بقالنا كام يوم كده شايفين أخبار بتتداول ومعلومات على المنصات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس. الفيروس ده اسمه ماربرج. الفيروس ده اتكلمت عنه منظمة الصحة العالمية وقالت أعراضه عبارة عن حمى نزيفية شديدة، صداع، ارتفاع في درجة الحرارة. هل المرض ده خطير؟ هل ظهرت أي إصابات بخصوصه في بعض الدول في العالم؟ وهنا تحديدا بنتكلم على محيطنا، بنتكلم على الدول العربية كمان أو مصر. كل ده هنتعرف عليه دلوقتي من خلال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد. دكتور، في البداية يعني إيه هو فيروس ماربرج؟ هو فيروس ماربرج هو من فيروسات الحمى النفسيه زي ما اتفضلت بالظبط. يعني فيروسات الحمى النفسيه، الناس يمكن اكتر حمى نفسيه عارفينها الايبولا. نعم. كل الفيروسات اللي بتعمل الحمى النفسيه هي بتبدا يعني زي ما اتفضلت كده، صداع والغثيان ويعني وجع في البطن مع كده الاسهال. بعد كده بيبتدي يحصل بعد اسبوع نزيف لغايه ما بيحصل اما تداعيات ووفاه او ان هو الشخص نفسه بيخف. طبعا هي نسبه الوفيات بتاعت ماربرج عاليه شويه، ممكن توصل لغايه 80%، ولكن الحمد لله هو ماربرج يعني صعب الانتشار. يعني احنا دلوقتي عندنا حالتين في غرب افريقيا. نعم. والسنه اللي فاتت، عشان هو بس مش فيروس جديد، احنا السنه اللي فاتت كان في حاله. بعد الحاله الفيروس انتشاره وقف، فهو صعب جدا ان هو ينتشر. هو طبعا من اول يعني مش هيوصل لكونه يعتبر جائحه. ده اعلى مره جت موجه الماربرج تعادى فيها 230 شخص بس، مش اكتر من كده. بعد كده الفيروس نفسه اختفى. هو موجود من 67، يعني هو اتسمى ماربرج عشان هو اول مره تم اكتشافه كان في ماربرج في المانيا في 67. المرض والفيروس نفسه قديم، وبعد كده حصل تقريبا في حدود في العالم كله 5 وجات فقط لا غير. وزي ما قلت لك يعني اعلى موجه كانت 230. فالناس ما تقلقش، يمكن احنا ابتدينا نبقى متعرفين اكتر على الفيروسات والموضوع شددنا ومهم من الراي العام، فابتدينا نتتبعها. لكن طبعا هو كل سنه بيحصل فيروسات وبيحصل انتشار لفيروسات، احنا عاده الغير مهتمين بالامر بيعدي عليهم مرور الكرام، ممكن ما لا يتم ذكره حتى في اي صحيفه او في اي موقع الكتروني. طبعا احنا يمكن من المميزات القليله لكوفيد ان احنا بقينا مهتمين باسامي الفيروسات وانتشارها ازاي، وممكن اتمنى ان ده يبقى منعكس على البحث العلمي للفيروسات والاوبئه اللي ما كانش قبل كده يعني ولا عليه تسليط لاي ضوء ولا عليه ميزانيات ضخمه. وفي نفس الوقت بس مهم ان ما يبقاش فيها تهويل، ان مثلا انا شفت برضو على السوشيال ميديا مثلا ان مسمينه ظهور فيروس اشباح. بالظبط دكتور اسلام، بعد التحيه. بالظبط زي ما حضرتك قلت انه يمكن الناس على السوشيال ميديا ضخمت الموضوع وقالت انه بيحول الناس لزومبيز او لاشباح. ايه السبب ان الناس بقت بتضخم الفيروسز عامه بعد كورونا بالذات؟ يعني هل ده خوف مبرر ولا لا؟ صباح الخير استاذه بسنت. هو الفكره كلها ان احنا يعني للاسف بنتعامل مع الاخبار العلميه ان ايه اللي بيجيب مشاهدات اكتر وايه اللي ممكن يبقى ليها صدى او نويز اعلى. طبعا هو من ضمن الصفات لماربرج وكل الحمى النفسيه ان هو بيخلي الشخص عنده نحول في اول اسبوع، يبتدي يبقى عنده جفاف شديد، ويبقى ملامح وشه نفسها خلاص ما فيش ميه في الوش، فيبتدي يبقى وشه جاف. فمن ضمن الوصف اللي بيتكتب ان هو ممكن يبقى شكله قريب من شكل زي ما يكون العيان شبه الشبح. دي مكتوبه في بعض المراجع العلميه. طبعا احنا فيروس ماربرج مش هتجيب مشاهدات او مش هتجيب يعني قرايه او انتشار زي ما هكتب فيروس الشبح. فللاسف احنا محتاجين يبقى في ضوابط بس للصحافه المتخصصه شويه اكتر من كده، خصوصا ان الحاجات دي ممكن تعمل بانيك وممكن تعمل ضار عند بعض الناس، واحنا يعني للاسف يعني ما عندناش قوي طبعا خبره علميه. الناس كلها ده فقط المتخصصين. فالتهويل ده غير مبرر يعني، بس غير مبرر وملوش اي لازمه يعني. بالظبط كده. فيعني بس نتمنى فعلا ان يبقى في دور اكتر كده لتحديد يعني اجراءات معينه في الصحافه المتخصصه الطبيه، لان احنا الصراحه كل يوم بنقرا وبنشوف على السوشيال ميديا اخبار ما لهاش اي علاقه بالعلم
ولكن طبعا هي يعني بتعامل معامله زي ما نقول البنك او يعني حاجه بتجيب اكتر يعني المشاهدات. فالناس ما تقلقش، ما فيش مشكله. عمر ما ماربورج ظهر في شمال افريقيا اصلا، عمر ما كان في اي حاله في مصر. الحالات كلها بتيجي برضو عدوى من خفافيش الفاكهه. انا بس لو هنقول حاجه، احنا بنقول في دلوقتي نمط او باترن خلاص بقينا شايفينه، احنا كل ما بنتعامل مع الحيوانات البريه كل ما بيظهر فيروسات، كل ما بيظهر امراض احنا في غنى عنها. يعني برضو لازم يبقى في يعني حركه دوليه. انا عارف طبعا يعني احنا بنتكلم على نطاق محلي، ولكن على الحركه الدوليه يبقى في وقف لاي تعامل مع حيوانات بريه. ادينا شفنا اللي بيحصل من وراها يعني. طيب دكتور اسلام، يعني حضرتك اشرت في بدايه الكلام عن كوفيد، ويمكن هو ده سبب من اسباب التهويل اللي اصبح موجود عند الناس ما بعد الجائحه، وبقى الكل بيضخم من ده. وللاسف احنا بقينا دلوقتي ناخد او نستقي الاخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون مرجعيه حقيقيه او اسس لهذه المعلومات المتداوله. خلينا نعرف برضو، نستغل وجود حضرتك معانا في صباح الخير يا مصر، ونعرف ايه هو الجديد في كوفيد دلوقتي، لان في دلوقتي انتشار للوباء من تاني. ده صحيح. لو متذكر احنا كنا اتقابلنا في شهر ابريل، وكنا قلنا ان للاسف هو مش هيبقى فيه الموجه الخامسه فقط، هيبقى فيه موجه سادسه كمان في اخر شهر 6 و7، وده اللي حصل. احنا حاليا في الموجه السادسه الكوفيد. نعم. احنا زي ما كلنا ملاحظين في انتشار كبير، طبعا هو اغلبه ما بين الشباب، بس ده عشان نسبه وتناسب، يعني دول اكتر فئه في المجتمع بيتحرك، اكتر فئه مش مهتمه ان هي تحافظ على نفسها، واكثر فئه يعني متعرضه اكثر للفيروس. فبالتالي احنا عندنا اصابه عاليه، الاصابه الحمد لله حتى الان خفيفه، مفيش اصابات كثيره تستدعي المستشفى، الاصابات اللي تستدعي عنايه مركزه اصابات نادره، الحمد لله الوفيات اقل لسه من 1%، فبالتالي ما عندي الحاله الوبائيه الحمد لله ضعيفه. ولكن المشكله مع اوميكرون 4 و5 اللي هو حاليا موجودين في الموجه ديت، ان هو زي ما نقول هو فيروس او التوب فيروس بتاعه ده ريزلت شويه. البوست كوفيد سندروم بتاعه او اللي هو متلازمه ما بعد الاصابه بكوفيد او اللونج كوفيد هي ارخم حاجه فيه. الناس بيجي لها اصابه خفيفه ممكن تقعد 4 ايام، ولكن بعد الاصابه وبعد التعافي بيجي لهم وهم مزمن، في ناس بيجي لهم اختلال شويه في حاسه الشم والتذوق بتقعد معاهم فتره طويله. في ناس بيجي لهم صداع اوقات، وده حصل في حالات نادره، بيحصل تريجرنج او تحفيز لامراض كانت هتظهر في المستقبل عند الشخص وبتظهر بسبب كوفيد، زي الامراض المناعيه، بنتكلم زي روماتويد ارثرايتس، فايبروماليجيا وخلافه. فبالتالي الناس ما تستهترش ان هو مش اشكال انها تيجي الموجه خفيفه وتخلص. لا هو للاسف يعني احنا شفنا حالات كتير بتكمل معاها بعد التعافي، وممكن تقعد شهر 3 شهور او تقعد سنه. طبعا هو علاجها كله محتاج ان الشخص يبقى يعني بيشرب ميه كتير، بيلعب رياضه، بيمشي على قد ما يقدر عشان يقدر جسمه يستعيد تاني ونشاط. ولكن احنا الحاله الوبائيه اللي فيها دي هتقعد تقريبا 6 اسابيع، وباذن الله لو استمرينا بنفس النمط هيفضل برضو الحالات خفيفه. مهم نحافظ الشهرين دول على خصوصا كبار السن، الناس اللي عدى عليهم 6 شهور هم اولويه، ما خدوش التكفين دول اكتر فئه معرضه، بعد كده كبار السن اللي عدى عليهم 3 شهور دول الفئه رقم 2 اللي لازم يروحوا ياخدوا الجرعه المنشطه. نعم دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، والحمد لله يعني نقدر نقول الامور حتى هذه اللحظه تحت السيطره وهتفضل كده، لكن باتباع الاجراءات الاحترازيه والطبيعي. يعني يا ريت ان احنا نرجع تاني نلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، اللي ما خدش الفاكسين او اللقاح ياخد الفاكسين، اللي ما خدش الجرعات التنشيطيه ياخد الجرعات التنشيطيه، عشان خاطر احنا لازم، العالم كله دلوقتي الحالات بتزيد واحنا عندنا كمان الحالات بتزيد، فاحنا لازم ناخد بالنا عشان ما يبقاش في مضاعفات. وكنا اتكلمنا حتى امبارح في الحلقه على ان يمكن الفيروس المره دي او الموجه السادسه يمكن مش بصعوبه الموجات اللي قبل كده، لكن السبب في ده الفاكسين بالظبط.